مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. يعني أنا أشهد أيضا مع النساء الذين يبكون في النهاية بأن كان هناك الكثير من العراقيين غير آسفين على ما ذهب من الحكم، ولكن كانوا يبكون على بغداد الساقطة في تلك اللحظة. أستاذ مناف، إلى أي مدى إذا أردنا أن نجمع ما حصل بالأمس مع اليوم، إلى أي مدى النظام الذي سقط مسؤول عن عدم وجود نضوج سياسي بشكل يسمح للعراقيين اليوم بأن يديروا البلد بشكل أفضل مما يحصل حالياً؟ على المستوى العراقي 100% مسؤول. على المستوى العراقي، يعني أنا أتحدث عن المستوى العراقي. أما على المستوى الأمريكي فالأمريكي جاي يحتل، هذا عنده مصلحة معينة، يعني أنا لا أعرفها، هو يعرفها أكثر. أنا الآن في ابن بلد محتل، النظام مسؤول. أولاً أدخلنا بحروب طويلة قتلت خيرة العراقيين، خيرة شبابهم. مواليد سنة 57 غير موجودين الآن من الرجال إلا المعوقين، كلهم انتهوا. هذا يعني قبل شوي. لماذا هذه السنة تحديدا؟ لأنه تحديدا هذه السنة يعني أعلن عنها أنه سنة 57 ما ظل أحد منهم. يعني إيه سنة 57 المواليد اللي كانوا يقاتلون في الجيش العراقي الحرب العبثية في مع إيران، هذه انتهوا 57 تحديدا. احنا على المواليد يحكون العراقيين. نعم. مش قد تولدك تولد كذا. 57 تحديدا لم يتبقى منهم الا المعوقين او اللي هرب من الجيش، هذا غير موضوع طبعا، بس اللي كان في الجيش انتهى، وغيرهم عديدين. الهروب كان كبير كذا. هو الجيش العراقي اوذي في الحرب العراقية الإيرانية ولكنه قاتل كواجب. لا يمكن أن أجمع الحقيقة، لأن المسؤول النظام 100% عن كل ما جرى في العراق، ولا يمكن أن أتأسف عليه، ولكن أتأسف على ما يحدث من العراقيين وعلى العراقيين. هذا اللي يأسفني، لأنه الآن أريد أن أتخلص من هذه الغمامة. ما أريد أظل أناقش صدام حسين. قال صدام حسين. لا طبعا، نحن يعني نحاول أن نرى الواقع. ألف يوم على سقوط صدام حسين، ألف يوم على سقوط وأكثر طبعا بقليل، وسيأتي 10,000 يوم أخرى. ما الذي أخذناه سيحصل من السقوط؟ هذا المهم. ما الذي احنا ماذا اللي حصلنا عليه؟ نعم نعم. هذا سؤال جدا. ما الذي حصلناه من صدام حسين؟ استاذ مصطفى الكاظمي، واود ان اذهب اليه في هذا السؤال. طبعا ضيفنا من بغداد. اذا كانت كل ما جرى مرتبط بنظام صدام حسين، لماذا عندما سقط هذا النظام جاءت الكتل السياسيه وتريد المحاصصه وتريد ضمانات على مستوى هذه الكتل؟ هناك أزمة ثقة حقيقية في العراق موجودة في زمن صدام حسين، وبعد سقوط هذا النظام انهارت مؤسساته وانهار هذا النظام. فأزمة الثقة بسبب طبيعة النظام الذي بناه المحتل، نظام الحكم الذي بنى على أساس المحاصصة الطائفية، أدت أن هذه الثقة تنهار بصورة شبه كاملة. ولكن الشعب العراقي شعب حي وشعب طواق للحياة، وكل هذه الظروف سوف يتعايش معها وسوف يتكامل من أجل إعادة الثقة للعراقيين. هناك مثل مهم جدا، ما حدث في سمراء أثبت أن العراقيين شعب يتحمل المسؤولية فيما يخص إحساسه بالمواطنة، أنه لم يحمل طرف معين طرف آخر نتيجة ما حدث في سمراء. حدث هناك أعمال، أراد البعض أن يتصيد بالماء العكر، فحصلت هناك أعمال عسكرية أو أعمال انتقامية ضد طرف معين، ولكن هذا لا يعني أن نحمل طرف أو طائفة معينة أعمال فئة صغيرة ضالة داخل هذه المجموعة. نعم. فما حدث في العراق منذ سقوط صدام حسين لهذه اللحظة، نحن العراقيين نتحمل جزء كبير. يجب أن نعيد الثقة إلى أنفسنا، يجب أن نعيد الثقة إلى العلاقة بين السياسيين وبعض النخب من السياسيين.
الفاشلين يتحملون المسؤولية عندما يطرحون بعض المواضيع التي تهيج أو تثير من القضايا الطائفية. فعلينا إعادة النظر في كثير من اعتبارات الموجودة في العملية السياسية العراقية. يعني ولكن هذه الكلمات التي تحدث عنها أو التصريحات ليست فقط تؤدي إلى انفعالات لدى الشعب، ولكن تؤدي إلى ما هو أصعب من ذلك في العراق اليوم. أتوجه بالسؤال الآن إلى ضيفي عبر الهاتف، نتمنى أن يكون الخط قد أسعفنا في ذلك. ضيفنا عبر الهاتف من عمان معالي الوزير مالك دهان الحسن، وزير العدل العراقي السابق. مساء الخير معالي الوزير، وأهلا بك إلى هذه التغطية اليوم. وأنت ترى ما جرى، إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة التي انتميت إليها يوما كان يجب أن تتعامل بطريقة مختلفة مع أوضاع العراق؟ والله هذه طبعا نتيجة حتمية لكل نظام شمولي، وخاصة هذا النظام الشمولي إذا بقى فترة أكثر من المدة المتوقعة كمثلا 30 سنة أو 40 سنة، وبالتالي حصلت أخطاء منذ أن سقط نظام صدام إلى حتى الوقت الحاضر. الأخطاء حصلت من العراقيين ومن الأمريكان أيضا. الأمريكان أيضا ارتكبوا أخطاء فظيعة جدا بالعراق نتيجة التقديرات الخاطئة، والجماعات الذين أيضا جاءوا في مجلس الحكومة ارتكبوا أكبر خطأ كبير، هي عملية المحاصصة. نعم. اللي ولدت نوع من الانقسام الطائفي بدون مبرر وبدون أن يكون حاجة إلى هذا الموضوع. نعم. ومع ذلك يعني الآن مرت مراحل هذه المختلفة وحصل ما حصل لحد الآن. نعتقد أن أطراف المتنازع الآن بالعراق شعرت جميعا بأنه لا بد من اللقاء ولا بد من الحوار المفتوح والمخلص، وبدون ذلك سيتضرر جميع الأطراف. نعم. كل طرف عراقي الآن موجود في السلطة أو قريب من السلطة يشعر بأنه لا بد من الحل الرضائي ولا بد من حل مشترك لمصلحة العراق. نعم. هذا الاتجاه نأمل أن يكون هو الاتجاه الصحيح الذي يمكن أن تنطلق من حكومة جديدة ترضي جميع العراقيين وتقوي على كل مظاهر الإرهاب. نعم. معالي الوزير، أرجو أن تبقى معي، فقط أود أن أقول أن هناك مشكلة في الاتصال ربما بسبب الشبكة، سنحاول أن يتم إصلاحها، ولكن نبقى في إطار تغطيتنا. مشهد النيران وهي تأكل الدولة العراقية كان من اللحظات المؤثرة والمؤلمة في 9 إبريل 2003. كانت استباحة التاريخ العراقي الجزء الأكثر إيلاما حين اقتحم اللصوص بأنواعهم المختلفة المتحف العراقي، فسرق ما سرق منه بما في ذلك قطع أثرية نادرة لا يزال البحث عنها جاريا حتى الآن. أستاذ مصطفى الكاظمي، بصفتك في مؤسسة الذاكرة العراقية، ماذا حصل لكل ما سرق من المتحف؟ هل استطعتم إحصاؤه وتحديد مكانه؟ ما حصل في قضايا متحف العراقي في بغداد وفي خارج بغداد حقيقة شيء يؤسف، لأنها تاريخ وملك الشعب العراقي. هناك منظمات دولية عديدة في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي آسيا تعمل جاري إعادة كثير من القطع، وبالفعل عملت الحكومة العراقية الحالية وبالخصوص وزارة الثقافة العراقية في زمن الوزير المفيد الجزائري الكثير كثير لإعادة هذا القطع ورجع الكثير منها. وماذا بالنسبة لما بقي مفقودا، خاصة القطع الأثرية النادرة؟ ما زال عمل جاري عن طريق الحكومة العراقية وعن طريق وزارة السياحة وعن طريق رئاسة الوزراء ومكتب رئيس الجمهورية في العمل على إعادة هذه القطع عبر بعث الرسائل والوفود إلى كثير من دول العالم، والتعاون مع الشرطة الدولية لإعادة هذه القطع، ولكن التجاوب الدولي ما زال ليس بالمستوى الذي نتمناه. شكرا لك أستاذ مصطفى الكاظمي من مؤسسة الذاكرة العراقية على مشاركتك معنا في هذه التغطية.
كما أشكر ضيوفي الذين كانوا معنا عبر الهاتف، الدكتور محمد بشار الفيضي الذي فقدنا الاتصال معه، وأيضا معالي وزير العدل العراقي السابق مالك دهان الحسن الذي كان الاتصال معه ببعض المشاكل التقنية. مشاهدينا، تبقى معكم هذه التغطية. بعد موجز للأنباء نعود، ويبقى معنا الأستاذ مناف ياسين، وفي الجزء الثاني سنفتح الملف الأمني في العراق، الجزء الثاني من التغطية الخاصة بيوم السقوط، الذكرى الثالثة لسقوط بغداد طبعا، يوم انهار النظام العراقي السابق وسقط تمثال ساحة الفردوس بعد تدخل الآلية الأمريكية. الوضع الأمني منذ ذلك التاريخ هو المحك الحقيقي الذي يبدو أن العراقيين يقيسون عليه مدى نجاح التحول العراقي، ويبدو أيضا أن معارضي هذا التحول يسعون إلى زعزعة الأمن بسبل مختلفة، بينما تعمل القوى المؤيدة له في اتجاه معاكس. فأين هو الوضع الأمني بين توجهين؟ الوضع الأمني أبرز التحديات السياسية والمستقبلية للعراق، ونناقشه خلال هذه الساعة مع ضيفنا الذي بقي معنا من الساعة الأولى في استوديو، الأستاذ مناف ياسين. وطبعا نرحب بضيفنا من بغداد الأستاذ وفيق السامرائي المستشار الأمني للرئيس العراقي، وسنكون أيضا مع ضيوف آخرين. أبدأ معك أستاذ وفيق، مسألة الوضع الأمني وكل هذه الآلاف التي تسقط سنويا في العراق، إلى أي مدى تفرض نفسها في الخارطة السياسية، خاصة وأننا نجد أنه في بعض الأحيان الحسابات السياسية في مكان والشارع في مكان؟ طبعا تفرض نفسها بصورة واضحة، لكني أود أن أشير أولا بأن بغداد، خلينا نعدل بعض المصطلحات أو كما نفهمها، أن بغداد لم تسقط بل سقط النظام. وأود أن أشير أيضا إلى أني كنت قبل 3 سنوات في كردستان في مثل هذا اليوم، وكنت أترقب الأحداث وأتابعها، وبالتأكيد أنا كنت معارض للنظام وكنت أريد أن يسقط النظام، وكنت أتطلع أن نتخلص من النظام، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن النظام أهان أو تسبب في إلحاق، ما لا أريد أن أقول إهانة ببغداد وتاريخ بغداد لأن بغداد أعظم منهم، ولكن على أي حال أرجع للسؤال الذي تفضلت به، موضوع الأمن يطرح نفسه ويؤثر على مجمل النشاطات المطروحة الآن، ولكن العملية السياسية هي الأخرى، وتعثر العملية السياسية يدفع باتجاه تصعيد الخلل الأمني. هنالك خلل بالصوت، نعم. يعني كلما تأخرت العملية السياسية كلما أدت إلى تصاعد الهجمات الإرهابية أو هجمات العنف في مختلف أشكالها، حيث يصبح هناك شبه فراغ سياسي وشبه فراغ أمني. نعم. طب أستاذ وفيق، يعني وفقا لهذا الكلام من المفترض أن يكون هناك عجلة في الموضوع السياسي، نوع من العصبية استكمال الأمور بشكل سريع على المستوى السياسي، بينما ما نجده هو أن الفرقاء السياسيين يأخذون وقتهم وتدخل التكتيكات والاستراتيجيات بينهم أكثر مما تدخل الحاجات الملحة أمنيا في البلاد. أنا شخصيا كنت خائفا منذ البداية من إجراء الانتخابات، بالطبع نحن نريد ديمقراطية، نريد نظام ديمقراطي، ولكني كنت أشك أن تتحول الانتخابات إلى عنصر زعزعة وليس استقرار عندما تجري في ظروف غير ملائمة، وكنت أخشى أيضا من أن لا تؤخذ النتائج بشكل جدي فتنزلق البلاد إلى وضع خطير، لكن الذي حصل حصل. الآن العملية السياسية تجري بشكل نشيط جدا، أنا أيضا أضم صوتي إلى الشعب وانحاز إلى الشعب وإلى الجماهير كليا، وليس إلى الكتل السياسية وليس إلى أي طرف آخر. المفروض أن تتم الحكومة وإجراءات تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن، وفي الوقت نفسه أيضا أنا جئت توا من مقر السيد رئيس الجمهورية مام جلال، وكان دولة رئيس الوزراء هناك، وكان
هنالك الكثير من الشخصيات السياسية الكبيرة، ووجدت الحال كلهم الآن يشبه خلية النحل، الكل يريدون الدفع باتجاه الوصول إلى قرار والخروج من هذا المأزق، فعلا مأزق، ونتمنى أن يتم الخروج من المأزق خلال 24 ساعة، أتمنى ذلك. هل هذه معلومة أستاذ وفيق، هل هذه معلومة أم يعني نوع من الترقب فقط؟ لا، ما يتعلق بالنشاط السياسي الآن هذه معلومة. نعم، كنت أنا هناك وكان الوضع عبارة عن خلية نحل نشطة جدا، يعني الكل إن شاء الله بجد، الكل لكن لا أدري إن كان الانفراج والخروج من المأزق سيتم أم لا. أقول نأمل ذلك، لأن هذا مطلب شعبي واستحقاق شعبي، وأعتقد أن الاستحقاق الوطني هو فوق كل الاستحقاقات الأخرى. قلت أستاذ وفيق أنك مع العراقيين في رأيهم في هذا الموضوع. في الحقيقة قبل أن نسمع تعليق الأستاذ مناف، حكومة الوحدة الوطنية أستاذ مناف ما هي في العراق اليوم، وإلى أي مدى هي طاولة حوار أو مكان لحل المشاكل؟ هذه أنا في رأيي التباسات. السؤال الأساسي اليوم هو من للعراقيين الذين يقتلون يوميا؟ من لهؤلاء 150,000 200,000 يقتلون يوميا خلال السنوات المضت؟ من لهم؟ هذا سؤال مهم جدا أمام تشكيل الحكومة، قبل تشكيل الحكومة، مع هذا موضوع مهم. هناك إشكالية معينة لم يقتنع بها يبدو الإخوان في العراق في بغداد. هناك سلطة وهناك حكومات. السلطة هي للاحتلال، يدخل أي بيت، يداهم أي منزل، أي قرية، يقصف، هذا سلطة. الحكومة التي يريدون شكلها هي حكومة إذا أخذت السلطة فلها التحية، ولكن السلطة ليست بيدها. لماذا يحملون نفسهم مسؤولية؟ أنا أنصحهم أن يطلبون من العراقيين الذين فقدوا أبنائهم وفقدوا رجالهم وفقدوا أطفالهم أن يسجلون هذه ويدفعوا لهم إياها، يصير مكتب صندوق عند الأخ وفيق، عند أي واحد منهم. كل عراقي يريد أو يفقد ابنه، فقد معيلة إلى آخره، يقدم هذه المعلومة متى كيف، وراح نشوف أرقام. يجب أن يعوض العراقيين بشيء، العراقيين الذين يفقدون يوميا، هناك دماء تجري. أما الحكومة أهلا وسهلا، حكومة تصير رئيسها فلان أو فلان، هذا غير مهم، المهم النتيجة. نعم. العمل. نعم. ما هي الآن إذا أردنا نقدم صدام حسين، نقيم صدام حسين، ما هي النتيجة التي قدمها صدام حسين؟ احتلال أمريكي، خلاص ما أناقش التفاصيل. طيب. الآن أناقش تفاصيل. طيب. لا تهمني. إذا كانت دولة المؤسسات، أستاذ وفيق سمراء ضيفي من بغداد، إذا كانت دولة المؤسسات هي الحل، إلى أي مدى دولة المؤسسات اليوم ممكنة مع وجود كل هذه الطلبات المختلفة المصادر والأهواء، وبالتالي يعني بشكل آخر مع وجود فرقاء مختلفي الأهداف إلى حد ما؟ طبعا أنا من مؤيدي فعلا المقترح الذي تفضل به الأخ مناف. يعني هل أنت جاهز لهذا الصندوق لديك؟ يعني أنا من المؤيدين لهذه الفكرة، ومن مؤيدي الأفكار الأخرى. كثير من العراقيين الحقيقة ظلموا. أريد أن أذكر مثل بسيط، عندما كنا في المعارضة العراقية كان حوالي 1000 ضابط خارج العراق اضطروا إلى الفرار مغادرة العراق، وكانوا مناضلين عملوا ضد النظام السابق. مئات منهم الآن لم يستردوا أبسط حقوقهم، بل لم يوظفوا. أنا أطالب الحكومة القادمة اليوم مثلا أن تجعل تفتح دائرة خاصة بهؤلاء وتدفع لهم رواتب كاملة، لأن هؤلاء مناضلين. هذا على سبيل المثال. فإذا أردنا أن نراجع مسألة الضرر الذي لحق بالعراقيين، فقناعتي أن العراقيين لا زالوا يتكبدون خسائر وأضرار كثيرة، وعلى الدولة أن تعمل بشكل جدي
على تعويضهم. مسألة الأمن أيضا نحن نبحث جميعا عن الأمن، لكن الفرق بين السلطة وبين الحكومة وجهة وفقا لوجهة نظري الآن الهامش ليس واسعا. هنالك مشكلة حقيقية، مشكلة الهجمات الإرهابية التي تحصل وسوء الفهم الذي يحصل في داخل البلاد، زائدا العنصر الثالث الخطير وهو أن هنالك أشخاص ومجموعات من أصحاب الغرض السيء تدفع باتجاه دفع البلاد نحو حرب لا أحد يريدها، وهنالك عملية تضخيم لما يجري في مسائل الأمن. أن هنالك حرب أهلية في العراق، صدقوني لا توجد حرب أهلية. أريد أن أناقش بشكل عقلاني هادئ، هل سمعتم، وهذا نتمنى أن لا يحصل إن شاء الله، نعم. وأنا واثق ومطمئن إن شاء الله لا يحصل، هل سمعتم إن منطقة من بغداد قصفت منطقة أخرى لسبب طائفي أو غير طائفي؟ لا يعني أستاذ وفيق لا نسمع هذه، لا نسمع هذه، ولكن نسمع غيرها فيما يتعلق بمناطق في بغداد مع مناطق أخرى، ولكن سأناقش هذه النقطة معك ومع الأستاذ مناف بعد هذا الفاصل. أرجو أن تبقوا معنا مشاهدين. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. سؤال الذي طرحه التقرير هو الذي أود أن أسمع إجابتك عنه أستاذ مناف، هل الطائفية في العراق وليدة السقوط، وليدة ما حصل منذ 9 أبريل 2003، أم وليدة النظام على مدى 30 عاما؟ العراقي يمشي على جمر. السقوط، سقوط النظام أنجج الطائفية، أنجج جمر طائفي. كان هناك بالتأكيد هناك تمييزات طائفية، وهذه إشكالات تحدث، يعني ليست غريبة والكل يعرفوه، ولكن ليست هناك طائفية عند العراقي. العراقي تحديدا ليس طائفيا بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن يكون طائفيا، وليست هناك مدينة عراقية صافية طائفية 100% يعني لطائفة معينة. هناك اختلاط كبير تاريخي، والعراق هو صح تاريخيا للمسلمين أصلا، يعني وموضوع الشيعة والسنة هو ظهر في العراق، لأنه تعرفين العراق كان هو عاصمة الإسلام، وبغداد والكوفة النجف فيما بعد أيضا هي عاصمة فكرية، والكل يحترم ويتخذ منها ونخبوية. والكلام حتى عن موضوع ضرب المشهد العسكري كان مؤلم من العراقيين ككل وليس نعم. للشيعة فقط نعم. لأن هناك يعني حلقة من يعني الكل يعرفها، حلقة متكاملة، كل العراقيين هم طائفيين بمنطق الإسلام. طيب عظيم، اليوم هناك كلمات جديدة ربما تقال في مجال التبرير ما يحصل، منها كلام عدم وجود أمن، خوف الطوائف أو خوف التجمعات بعض الطوائف وبعض الإثنيات من ما حصل معها في السابق، كل عدم الأمان، هذه العناوين. أتوجه بالسؤال عنها إلى ضيف الذي ينضم إلينا الآن من بغداد، وهو السيد هادي العامري، أمين عام منظمة بدر. مساء الخير وأهلا بك سيد هادي. هل عناوين عدم الأمان، نعم، هل عناوين عدم الأمان عناوين ما حصل في النظام السابق رغم وصول مجموعات كبيرة كانت مقموعة إلى السلطة، هل هذه العناوين كافية لهذه المجموعات بأن يعني تدافع عن نوع من المحاصصة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واقعا أنا أعبر عن هناك خوف مشروع لدى العراقيين، خوف مشروع لدى الأخوة الكرد ألا تتكرر أحداث حلبجة والأنفال والقتل الذي لحق بهم. هناك تخوف مشروع لدى الشيعة نتيجة الظلم والاضطهاد الذي نتعرض له
والمقابر الجماعية والقتل والتهجير والقتل على التهمة، وهذا خوف مشروع لدى الأخوة الشيعة العرب، وهناك تخوف لدى الأخوة السنة العرب أنه ألا يؤخذون بجريرة صدام، وأن يحملوا كل ما قام به صدام من مآسي بحق الشعب العراقي أن يحملون. ولذلك هذا الخوف المشروع لدى الجميع. نحن الآن فعلا هذا خوف، وهذا الخوف المشروع أن لا تتكرر هذه الأمور. مقابلة هناك سعي من قبل كل الأطراف من أجل تجاوز هذه المحنة وخلق الأمن والاستقرار في العراق. الشيء الذي تحدث زميلي الذي قبلي، اللي نحمد الله سبحانه وتعالى لا توجد طائفية في العراق، لا يوجد صراع طائفي في العراق. العائلة الواحدة في العراق قد تكون منقسمة إلى سني وشيعي، ولا يوجد خلاف حول هذا الموضوع. وإحنا إن شاء الله جادين. يعني أستاذ هادي، أنا انطلقت في سؤالي أنه يعني أنا لاحظت مسألة هذا الاختلاط في العراق، لاحظتها في العاصمة بشكل كبير وهي رمز لهذا الاختلاط، ولكن السؤال من ما تفضلت به، يعني أنتم كنتم تقولون نظام صدام، ذهب نظام صدام، ولكن اليوم هناك كلام، هناك خوف من أن يعود ما كان عليه نظام صدام. لماذا هذا الخوف من هذه الحجة التي سقطت؟ واقعا أنه الآن نتحدث حديث سريع. العمليات الإرهابية في العراق وما يقوم به الإرهابيون في العراق، هناك تشخيص للإرهاب في العراق هم عبارة عن التكفيريين وبقايا النظام الصدامي. نظرية بقايا النظام الصدامي هي العودة إلى الحكم مرة ثانية من خلال هذا القتل العشوائي المدمر لكل مكونات الشعب العراقي وللبنى التحتية للشعب العراقي. ولذلك هم يسعون لجر الشارع العراقي والساحة في العراق إلى صراع طائفي بين الطوائف، ويتصورون أنه إذا استطاعوا أن يجرون الشارع إلى حرب طائفية وإلى حرب أهلية، يفكرون أن يكون هم البديل ويرجعون مرة ثانية إلى دفة الحكم. نعم. هذه النظرية الموجودة عندهم، هذا القتل العشوائي المدمر لكل الذي يستهدف كل أبناء الشعب العراقي، هذا الذي نخاف منه وهذا الشيء المخيف بالنسبة لنا. نعم نعم، سأعود للنقاش في هذا الموضوع سيد هادي وأيضا ضيوفي الباقين، ولكن في موضوع الطائفية أيضا استطلعت العربية آراء العراقيين في بغداد العاصمة، فهل ظاهرة الطائفية برأيهم موجودة أصلا أم أنها جاءت مع التغيير؟ ونعود إلى نقاش هذا الموضوع مع ضيوفنا من بغداد السيد هادي العامري أمين عام منظمة بدر، وأيضا من بغداد اللواء وفيق السامرائي مستشار رئيس الجمهورية العراقي، وضيفي في الاستوديو الأستاذ مناف ياسين. في الحقيقة أود بالتوجه بسؤالي إلى السيد وفيق السامرائي، من يستطيع وكيف يمكن تأمين عناصر الأمان المتناقضة بين الأطراف لكل طرف؟ عناصر الأمان للأطراف الكردية والشيعية فيما يتعلق بعدم العودة إلى ما سبق، ومن يستطيع أيضا تقديم العناصر الأمان للسنة بأن يعني أنهم غير مستهدفين وأنهم سيدخلون في كل نواحي الحياة في البلاد وفي كل المؤسسات؟ ابتداء أريد أن أشير إلى ما تفضل به الأستاذ هادي، فعلا كان منطقيا هنالك هواجس قلق حقيقية. الإخوة الشيعة ينظرون هكذا، والإخوة الكرد هكذا، والإخوة العرب السنة هكذا. هذه حقائق هواجس موجودة لا يمكن القفز عليها، ولكن من الذي يمكنه إعادة صهر هذه المعادلة كلها أو كل هذه الهواجس في وعاء واحد؟ أعتقد العملية السياسية كلما تطورت بشكل جدي كلما أمكن التغلب على هذه الهواجس، هذا واحد. وثانيا أريد أن أؤكد بأن العراق، الشعب العراقي ليس طائفيا على الإطلاق فعلا. طبعا هنالك مذهبية، هنالك شيعة وهنالك سنة وهنالك أطراف واتجاهات مختلفة، ولكن المذهبية ليست الطائفية. نتيجة الهجمات الإرهابية بالتأكيد أن صدام ترك أثرا وبذر بذرة لتكوين بؤرة طائفية في العراق،
ولكنها كانت محدودة النطاق مع الضغط العام الموجود. في الوقت الحاضر مع تغيير النظام، مع سقوط النظام الحالي، لم تظهر البوادر الطائفية على السطح بشكل سريع، لكن للأسف الهجمة الإرهابية البغيضة التكفيرية ساهمت في تأجيج المشاعر أو مشاعر الإحساس بالقلق، إلى أن دفعت لتطوير الأمور إلى طائفية واضحة. إذا نرجع إلى هذا الموضوع أيضا، أريد أن أقول كل الذين ساهموا بدفع أو تفريخ أو تفقيس الإرهابيين ساهموا بهذه الفتنة التي سنعمل ونعمل يوميا وباستمرار وكل الشرفاء على إيقافها، على منع وقوعها. أستاذ وفيق، باختصار أود أسمع تعليقك على نقطة أثرتها. إذا كانت العملية السياسية هي الضمانة، أي رسالة توجه الطبقة السياسية عندما تبقى 4 أشهر لا تستطيع الاتفاق على اسم رئيس وزراء؟ ولكن أيضا تذكري بأن هذه هي الممارسة الديمقراطية الوحيدة، وتذكري أيضا بأن نتائج الانتخابات قد تأثرت يا أختي العزيزة وتأخرت لفترة طويلة. علينا أن لا نلتفت إلى الماضي، أن لا نشتر الماضي، علينا بالمستقبل. أقول نحن متفائلون إن شاء الله إذا أمكن التغلب خلال الساعات القليلة القادمة، خلال اليوم القادم، على حالة معينة، سيكون ممكنا إن شاء الله تشكيل الحكومة خلال أيام قليلة، وربما على الأكثر خلال هذا الشهر وربما قبل ذلك. إذن نحن صبورين، الهدف كبير والطموح كبير إن شاء الله، والشعب شعبنا، والآلام آلامنا أيضا. ما يقع في البصرة وفي سامراء والموصل هو واحد، كله واحد. علينا أن نكون صبورين وإن شاء الله تزدهر الأمور بخير. نعم، الأستاذ مناف لديه تعليق، ولكن سأستمع، سأعود إليك بعد أن نتحول إلى قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. ونعود إلى نقاشنا مع ضيوفنا من بغداد، وهنا في الاستوديو أستاذ مناف، قبل التقرير كان عندك تعليق تريد أن تتفضل به. هو الحقيقة الكلام اللي حكيت عن السلطة والحكم، الآن أنا أظل أدور على هذه النقطة وهي نقطة أساسية. الآن يقتلون العراقيين بالشوارع بسيارات مفخخة، احنا نقول تكفيريين ايا كانوا، هم ارهابيين، هم كذا هم كذا هم كذا، ولكن ما دام القاتل مجهولا فيتحمل الذي بيده السلطة او بيده الحكم يتحمل المسؤولية. القاتل مجهول، القي القبض على المقتول والقاتل مجهول، هذه النكتة اللي نعرفها بالصحافة العربية. لا يجوز ان يستمر هذا باي شكل من الاشكال، تكفيري غير تكفيري، يلقى القبض على هؤلاء بعد ان ياخذ الحاكمون الان ياخذون السلطه وليس الحكم. السلطه اساس لاقامه شيء عادل في العراق او حكم عادل في العراق. نعم. الان هناك فراغ سلطه، والسلطه بيد قوه اخرى ليست القوه العراقيه، لذلك الشارع فوضى. نعم. والفوضى تؤذي العراقي. نعم. تسيل دمه، يعني احنا ننزف يوميا، يجب ان ننتبه لهذا. نعم. حكيت قبل شوي عن التصور والواقع بتقرير الصحافة، هذا هو الخطأ. نحن نتصور اننا نمشي صح والوقائع شيء اخر. نعم. هذه مشكلة. نعم. يعني الصحافة مشكلة اي جهة تتصور عن نفسها بانها تستطيع والوقائع شيء اخر. نعم. تغمض عينها على الحقائق. أستاذ هادي العامري، أمين عام منظمة بدر، ضيفي من بغداد، هناك من يقول إن العراق اليوم على طريق بناء دولة المؤسسات، وهناك من يقول أيضا إن البلاد على طريق بناء دولة الميليشيات، ما رأيك؟ وقعت
أنا أتفق أنه أحب أعلق على موضوع الطائفية في العراق. هناك في العراق موجود صحيح مذاهب أكو السني وأكو الشيعي، ولكن لم يكن هناك صراع طائفي في العراق. هناك صراع طائفية السلطة في زمن صدام حسين، وهذا هو الذي أسس. إذا أكو الآن بعض المسائل السياسية الطائفية هو أسستها السلطة. هناك شيء مشخص طائفية السلطة. لا يوجد صراع طائفي بين السنة والشيعة في العراق، بين المكونات الشعب العراقي على أساس طائفي، ولكن هناك طائفية للسلطة. أنا أتحدث عن الموضوع. نحن الآن باتجاه بناء مؤسسات. نحن متفقين على أنه موضوع الميليشيات يجب أن تدغم وتدمج في المؤسسة العسكرية. هذه الأمور تم الاتفاق عليها في مؤتمر لندن قبل السقوط، ونحن الآن المؤسسة العسكرية مالتنا بدأت تنمو، بدأت تتطور، هناك نمو جيد للمؤسسة العسكرية في العراق. الآن المؤسسة العسكرية قادرة على مداهمة أي مكان للإرهابيين. نعم الإرهاب بشكل مخفي ويتحرك بشكل مخفي، ولكن الآن الوضع الأمني حتى مع التدهور الوضع الأمني الآن اللي يتحدثون عنه الأخوة، هناك تطور في بناء القوات المسلحة. طب لماذا لا ينعكس سيد هادي، لماذا لا ينعكس هذا التطور في الشارع الذي تسوده الفوضى الأمنية؟ أنا أتحدث، هناك نمو واضح. أولا كان الإرهابيين يسيطرون على مناطق، فمن مدينة الفلوجة إلى سامراء إلى تل أحفر إلى القائم إلى حديثة، هذه مدن إلى الأنبار، مدن سقطت بالكامل بيد الإرهابيين. الآن أستطيع أن أقول لا يوجد ولا منطقة بيد الإرهابيين كمدينة. نعم أكو بعض المناطق، بعض الغابات، بعض البساتين مختفين بها الإرهابيين. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، طرق بغداد المحيطة ببغداد، طريق بغداد اللطيفية إلى كربلاء أو إلى الحلة، كان يعبر عنه بطريق الموت، يوميا يأكل من العراقيين العشرات. الآن الحمد لله الطريق آمن، والتردد الذهاب والإياب والإياب. هل هذا دقيق سيد هادي؟ هل هذا دقيق؟ يعني المناطق التي ذكرتها لا تزال مناطق ساخنة، بغداد إلى مزيد من السخونة، وطرقاتها أنا مع المناطق الأخرى أيضا ساخنة. أنا أتحدث عن طريق الكوت، بغداد الكوت أصبح في فترة من الفترات أصلا طريق لا يسمى كذلك طريق الموت، لا يمر بيوم إلا أن تحرق سيارات الدولة، يقتل الناس وعشرات الناس. الآن طريق آمن. نعم في بغداد الآن المشكلة الحقيقية في بغداد، وأعتقد أن السبب الحقيقي لأنه ليس القرار بيد القوات العراقية، القرار بيد سلطة أخرى، قوات الاحتلال التحالف متعددة الجنسيات الأجنبية، الاحتلال شتري سمينها، هاي القوات لا زالت تترك ظلالها الثقيلة على الوضع الأمني في العراق. الملف الأمني لا زال بيدها بشكل قوي، وأنا أعتقد أنه إذا تم تحويل الملف الأمني بشكل كامل للقوات العراقية، القوات العراقية تستطيع أن تسيطر وأن تحافظ على الأمن في بغداد. نحن ناقشنا الأمن في بغداد مع بعض المسؤولين. أنا أعتقد عملية الأمن في بغداد ليس مستعصية، طيب، ولكن هناك مداخلات سياسية. نتمنى ذلك في الأمد المنظور القريب جدا. أستاذ هادي، بقيت دقائق قليلة لهذه التغطية الخاصة. العراق ثلاثة حروب مع الخارج وحرب مستمرة مع الداخل، هذا ملخص ثلاثة عقود وأكثر من عمر العراقيين. هل تعب العراقيون من حياتهم؟ هل نسوا طعم الحياة العادية؟ في الدقائق القليلة جدا المتبقية سأسمع من ضيوفي الثلاثة تعليقهم على هذا اليوم وعلى المستقبل الآتي الذي نتمناه مشرقا. أبدأ مع الأستاذ وفيق السامرائي ضيفي من بغداد. بدأت بمعلومة أعطيتنا إياها أستاذ وفيق، هل هناك معلومة أخرى أيضا تختم بها معنا؟ يعني بعد ما لحقنا نحصل على المعلومات، ولكن إن شاء الله الآمال جيدة. أريد أن أشير بأني أؤيد التقييم الأمني الذي أشار إليه الأستاذ هادي، فهو تقييم أمني وعسكري دقيق جدا، والوضع أفضل كثيرا مما ينشر بوسائل الإعلام وما تروج له أجهزة الدعايات المختلفة الخارجية وكذلك أجهزة الاستخبارات.
وهنالك نقطة مهمة ردا على ما تفضلت به عن الحروب، العراقيين لن يتعبوا في الدفاع عن مصالحهم باتجاه الهجمة الإرهابية مهما طالت. نعم. وإن شاء الله سترين وسنرى جميعا بأنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيمكن تحقيق لها من خلال فترة قصيرة بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ هادي العامري ضيفي من بغداد أيضا، هل هناك معلومة ما خاصة لناحية مرشح الائتلاف الموحد؟ بخصوص المرشح إن شاء الله خلال غدا يحسم هذا الموضوع بحوله بقوته، يعني خلال هذه الأيام. الموضوع موضوع العراقيين، أنا البارحة زرت جرحى الاعتداء الآثم الذي حصل على مسجد براثة. نعم. واقعا وجدت هؤلاء الجرحى رغم ألم الجرح عزم وإرادة وتصميم على مواصلة الطريق، وعندما رأيتهم ازددت منهم معنويات وازددت منهم عزما. أنا أعتقد هيد شعب عنده عزم، عنده إرادة، عنده تصميم، هذا قطعا النصر إلا له، وسينتصر الشعب العراقي. نعم. على الغربان الإرهابيين، وتكون النتيجة النهائية إن شاء الله النصر لهذا الشعب العراقي. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم. وسيكون النتيجة النهائية هو النصر والازدهار إن شاء الله والمستقبل الزاهر لهذا الشعب العزيز. اسمح لي، بقي دقيقة واحدة، أود أن أسمع أيضا تعليق الأستاذ مناف في هذه الدقيقة المتبقية. بشركم الله بالخير، يعني إحنا ما عندنا شيء، ولكن قوة العراقيين، قوة العراق هي في نخبته الثقافية، الأطباء الذين يقتلون في شوارع بغداد، 180 طبيب قتل، العلماء الذين كانوا أكثر من العدد الذين هربوا. المهم الآن متى يعود هؤلاء إلى العراق، متى يعود العراق مركز جذب للعلماء والأدباء والمثقفين والشعراء الكثر في العراق، الهاربين منهم كثيرين جدا والباقين كثيرين جدا، والحمد لله قوة العراق في مثقفين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ مناف، كما أشكر الأستاذ هادي والأستاذ وفيق والمشاهدين الذين تابعونا. هذه التغطية لذكرى يوم السقوط تنتهي، هذه الذكرى التي نتمنى أن نستعيدها والعراق بدم أقل وأمل أكبر. كونوا معنا إلى اللقاء. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.